خلي بالك من نفسك يا توح. باي. رايحه فين؟ العصير اهو. انا عايزه اتكلم معاكي، حطي العصير. اكيد يا انسه ليلى، اتفضلي. مفيش انسه ليلى بعد كده، انا كل اللي بيشتغلوا معايا بيقولوا لي يا لولا. اشتغل معاكي؟ ايوه، انا اتفقت مع ماما انك من بكره هتجيلي المكتب، همرنك انا وغاده، هنخليكي لهلوبه في الشغل، وان شاء الله هنبتدي بمرتب ب 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايوه 2000 جنيه، ده 6 اشهر في الاول، وانتي وشطارتك بعد كده. اتفقنا؟ ان شاء الله. هستناكي بكره في المكتب 9 بالظبط، ما تتاخريش. اكيد. طب العصير؟ هنشربه بكره في المكتب ان شاء الله، ولو ماما احتاجت اي حاجه تقولي لي. ربنا يخليكي، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ما تتاخريش. لا ما تخافيش. باي باي. مي مي مي، عاوز ايه؟ عايزك تسمعيني. انا عارف لا انسان زباله وبوظت كل حاجه، بس عشان خاطر اسمعيني. نادر خلاص، مش عايز اقعد اتكلم في المواضيع دي، انتهى. انت اخرك معايا مواعيد في الكليه، غير كده مش عايز اشوف وشك. مي، لغايه اخر لحظه ما كنتش عايز اطلق، انت اللي طلبت كده. بس بقى كفايه كده، انت بني ادم اناني وما بتحبش غير نفسك. تفهم انت عملت فيا ايه يا نادر؟ انت اتخليت عني في اهم وقت انا محتاجه لك فيه، بعد ما وقفت جنبك وساعدتك، استحملت حاجات كتير قوي جايه على كرامتي عشانك. في الاخر عملت ايه؟ عملت ايه؟ صغرتني قدام اهلي، قدام الناس كلها. أنا بقيت خلاص ولا عايز أشوف حد ولا عايز أقابل حد. مي، أنا من غيرك ولا حاجة يا مي. نادر خلاص، أنا مش عايز أشوف وشك تاني، دي آخر مرة تيجي تتكلم معايا فيها. مي، أنا لسه بحبك. مي، أنا مش مصدق نفسي. ليلى، أنت بنفسك جاية عشان تقولي لي إنك بتحبيني وإنك يعني عايز تتجوزيني؟ لا لا بجد، أنا بحلم بجد، أنا بحلم. طب كنت بعتي أي حد يدهلي يعني وأجي لك العمارة وتقولي لي الكلام ده على السلم؟ بحب أوي وقفتنا على السلم، بحب كده أوي. أنا بحلم بجد، حد يقرصني يا جماعة. عارفة؟ أنا بحب أقعد هنا أوي. بحب النيل، النيل جميل أوي. زيك يا ليلى، حلو زيك. سنين طويلة وأنا بقعد هنا لوحدي، وأقعد بقى أتخيل إني بتكلم معاك يعني، ونهزر ونضحك، وساعات نتخانق، وساعات يعني تغير عليا وكده وغير عليكي، واقول لك وتقولي لي، هو يقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام كله، واغني لك الاغاني بتاعتي دي اللي انت عارفاها، نقعد بقى نضحك نفتكر زمان لما كنت بقف لك على السلم واغني لك الحاجات الغريبه دي. والله انا مش كنت مجنون. لما ظهر أدهم كنت فاكر يعني إنك يعني بتحبيه، أو يعني هتحبيه يعني، وهو هيحبك يعني كده، وأنتوا أصلكم يعني شبه بعض شوية كده يعني، تكلموا زي بعض، تلبسوا زي بعض، وأنا بقى يعني. لكن خلاص ادم بقى صاحبي جدا جدا، يعني ما اصحاب يعني، ده علمني التصوير، انت عارفه كده؟ اه انت عارفه. وانا علمته عربي على قد يعني، بعلمه عربي على قده قصدي. وبتعلم انجليزي كمان عشان لما يزنق في كلمه كده بالانجليزي ولا حاجه اقول له بالعربي يعني. لا بين اصحاب. من بكره يا ليلى
انا هاخد اجازه واقعد معاكي. انت عارفه انا محوش كل اجازاتي عشان شهر العسل، نروح البحر، نروح البحر. مساء الخير يا فتحي. مساء النور. انت كويس؟ انا كويس 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 جدا الحمد لله. لله. انت بتحب الزرع مش كده؟ انا بحب الزرع من زمان، بحب الزرع جدا جدا، علشان بيحس باللي بيحبه ومش محتاج غير شويه ميه وشويه اهتمام ويعيش ويكبر كده يعني. صح، الزرع بيحس قوي بصاحبه، ده بتتكلم معاه وبيتأثر. أنا بسمع كمان إن هو بيحب المزيكا، صح؟ أنا بشغل لهم أغاني ليلى مراد. الله، أنت جميل قوي قوي. أنت عارف أنت لولا أنت ما كانش العمارة بتاعتنا دي بيبقى فيها الزرع الحلو ده، ربنا يخليك لينا. شكرا. أنت عارف أنت عزيز قوي عندي يا فتحي. أنت، أنا مليش إخوات ولاد، بس أنت زي أخويا بالظبط بجد. انت عارف انت اكتر جار بحبه. انا كنت عايزه اعتذر لك لو تسببت لك في اي وقت زعل او اي الم. لا لا مفيش حاجه، بس هو الالم بتاع الحب ده انا بحبه يعني، ممكن افضل عايش عليه طول عمري. حلو يعني هو الم الحب ده حلو؟ عارف يا فتحي، انا حاسه كده ان انا هفضل طول عمري محافظه على على العلاقه الحلوه اللي بينا دي. يعني انت متصورش انت عزيز عندي قد ايه، ودايما اتمنى ان احنا نفضل كده مع بعض. بس مش انت ممكن يعني الحاله يعني تستمتع بعلاقه الحب دي بطريقه تانية من غير الم؟ يعني المفروض تشوف انت، وبعدين يعني النهايه هتبقى ايه؟ النهايه بقى انت تتقرريها بقى بعد اذنك. يا رب تبقى كويس. خدت الدواء؟ اكيد طبعا. لا انا هعملك الاومليت اللي بتحبه وناخد الدواء. ماشي يا حبيبي. انا مستنياك بقالي ساعتين. عايزه ايه تاني يا هاجر؟ في يا نادر بتكلمني كده ليه يا نادر؟
انا قلقانه عليك من بقالي كام يوم يعني. وبعدين انت ما بتردش على تليفوناتي ولا اي حاجه ومحسسني انا السبب في اللي حصل يا نادر. انت عارف انا كنت عندك بعمل ايه؟ نادر هي اللي ما ادتش نفسها فرصه تفهم. خلاص يا هاجر خلاص، الموضوع انتهى وخلص، سيبيني في حالي بقى. لا مش هسيبك في حالك يا نادر، مش هسيبك وتفكيرك عامل كده وتضيع مستقبلك. ما تسيبش اي حاجه تاثر عليك يا نادر. وبعدين انت عارف انا بكلمك بقالي كام يوم ليه؟ ليه؟ عشان بابا حجز لك اكبر قاعه عرض عشان تعرض فيها لوحاتك وتمثيلك وكل شغلك يا نادر. اشكرهولي قوي، قولي له انا عندي ظروف ومش هقدر اعمل حاجه اليومين دول. يعني ايه اشكرهولك؟ انت عارف انا بقول ايه؟ بقول لك معرض بتاعك هيأجر لك قاعه لمده شهر بدون اي مقابل وتقول لي اشكرهولك؟ نادر بابا مش هياخد منك حاجه غير لما تبيع شغلك، واللي هياخده منك 10%. انت فاهم يعني ايه 10%؟ يعني ولا حاجه. معرض بتاعي؟ ايوه. بس انا مش جاهز دلوقتي. مفيش بس احنا دلوقتي هنروح تمضي العقد علشان نعرف نروح هنفرش المعرض بتاعك ازاي. لو سمحت ما تضيعش دي فرصه ما تتكررش. اكلمه يلا نروح له. يلا يا سلام. فك بقى. كلموني دلوقتي من القسم وبيقولوا ان انت لقوا الحاجه بتاعتك وتتفضل تروح يستلمها ويقفلوا المحضر. الحمد لله الحمد لله. هايل، انا بكره الصبح ان شاء الله اول حاجه هروح اجيب الحاجات دي.
وبعدين بقول لك ايه، انا جبت شريحه وجبت جهاز جديد عشان بس ما ازعجكيش معايا. مفيش ازعاج ولا اي حاجه خالص. بقول لك ايه، طمني، مفيش اي اخبار عن ماما؟ مفيش اي حاجه. انا بصراحه تعبت وزهقت وحاسس اني مش هلاقي اي حاجه، فبفكر خلال اليومين دول اسافر. ما تستعجلش في قرارك، اصبر شويه، مين عارف يمكن تسمع كمان خبر حلو. ان شاء الله ان شاء الله تسمع على خير. انت من اهله. الو داد. اهلا وسهلا. ايه يا فنان، ما بتردش على موبايلك ليه؟ بقالك كام يوم قلقتني عليك. معلش، انا عندي ظروف بس كده وفي المود يعني. لا انا مش عايز اي حاجه تشغلك عن الشغل اللي هنعمله مع بعض. في ناس كتيره قوي شافوا شغلك وعجبهم جدا وكانوا عايزين يشتروا، بس انا قلت لهم لا، ييجوا اول الشهر في المعرض. بروشور ده عشاني في اكبر صاله في مصر، والميعاد مفتوح لحد ما نبيع كل الشغل. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. ما تقولش حاجه. بص يا حبيبي، انا عايزك دلوقتي يا بطل تمضي لي على العقد ده هنا، وبكره من النجمه تجري على القاع وتشوف هترص حاجتك فين وازاي، عشان بعد بكره بالكتير لازم نعمل الافتتاح. بعد بكره بدري قوي، مش هلحق يعني. ما تقلقش، انا معاك وهساعدك في كل حاجه. وانا كمان مش هسيبك. طيب امضي. امضي فين؟ هنا. بس انا ممكن اقول مبروك من دلوقتي. متشكر يا انكل جدا. تشكرش انت، بس بكره الصبح من النجمه تاخد الحاجه وتطلع على القاعه. ايه رايك في البروشور؟ حلو قوي. مبسوطة يا عفريتة؟ جدا. يلا مبروك يا فنان. الله يبارك فيك. خلاص بقى روحوا من دلوقتي، انتوا هتفضلوا قاعدين لي هنا ولا ايه؟ يلا اوكي، روحوا ابتدوا الحاجة. يلا يلا بينا. يلا يا they took everything. I don't care about the papers. The problem is with the British passport. Just give me... No, wait. Give me a second, I'll call you back. I have a phone call. Bye. Hello? Hello? الأستاذ أدهم الشرقاوي؟ أيوة فندم، مين معايا؟ أنا الحاج عبد المقصود حسنين. أنا قريت الإعلان اللي سيادتك نشره في الجورنال. الست ليلى الدرديري والدة حضرتك تبقى خالة الحاجة ونيسة مراتي. خالة ونيسة مراتك؟ طب وأنا أتأكد من الكلام ده إزاي يا فندم؟ لو أتأكد وأنا أهزر معاك يا ابني. طيب يا سيدي، مش أنت آدهم الشرقاوي اللي كنت عايش في لندن؟ أيوه صح. أهو شفت بقى؟ ده احنا فرحنا قوي لما شفنا صورة الست والدتك الست ليلى في الجورنال، وقرينا اسمك كمان. دي الحاجة ونسة هتتجنن ونفسها تعرف عنكو حاجة. احنا بقالنا زمن بندور عليكم. بتدوروا عليا؟ بتدوروا عليا ازاي يا فندم؟ طبعا ده احنا بندور عليك. الحاجة ونسة هتتجنن عشان تكلمك، وعمالها هتخش اهو. خد يا ست. هو ايوه. الو، ايوه يا ادهم. مساء الخير يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ انت متاكد ان انت ادهم ابن خالتي ليلى؟ انا ونيسه بنت خالتك عائشه. يا حبيب قلبي، الحمد لله على السلامه. انت فين؟ انا في القاهره يا فندم. يا حبيب قلبي، مش فاكرني انت طبعا يا ادهم، بس معلش ان شاء الله هشوفك. اديني بقى العنوان. خد عبد المقصود معاك اهو، اديله العنوان واحنا هنجيلك على عنينا. اتفضلي. الو، ايوه يا ادهم. ايوه يا فندم. انت يا ابني قاعد فين في مصر وانا جا اخدك؟ لا هو يعني ما تتعبوش نفسكم، انا ممكن تقول لحضرتك انتوا فين وانا ممكن اجيلكم كده. طيب
خد عندك العنوان. ايوه يا فندم. اكتب يا سيدي عزبة عبد المقصود حسنين. عزبة الحاج عبد المقصود. ايوه. الزقازيق الشرقية. على الطريق على طول. ألف مين يدلك؟ ماشي يا أدهم، مستنيينك. تمام يا فندم، نتقابل بسرعة جدا إن شاء الله. لا لا أنا مبسوط جدا. شكرا 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 يا فندم، شكرا. الزقازيق. شفت يا ونيسة؟ بجد هو؟ شفتي؟ أنا مش قادرة أصدق نفسي إن أنا كلمته. سبحان الله. لا 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 لا، ده أنا مش عارفة أقول إيه، وحشني أوي كده. إن شاء الله ربنا يجيبه لنا بالسلامة يا حبيبي، ونعرف مصير خالتك ليلى إيه. يا رب يا رب يجمعنا معاه ومع خالتي كمان، يا مجمع الشتيتين، جمعنا معاهم على خير يا رب. أنا قلبي مرتاح والله يا ونيسة. معلش هيجي إمتى؟ ربنا يسهل، بكرة ولا بعده. هو ما قالش، بس هيتكلم وهيجي. يا رب يا رب. ما خدتش عنوانه علشان نقول له انا طيب؟ هو قال لي هو اللي هيجي يا ست. لا اله الا الله، انت هتقعدي بقى تشغلينا ليه يا ونيس؟ اهدي كده، اهدي صبرك بالله. ليلى الو. انا اسف، انا صحيتك؟ لا ابدا، انا صاحيه. انا اسف جدا والله، بس انا يعني كنت لازم احكي لك على حاجه ومش قادر اني استنى لغايه بكره الصبح. خير في ايه؟ اهل امي. مش معقول بجد؟ كلمتك بنفسها؟ لا هي ما كانتش موجوده هنا، بس اللي كلمتني بنت خالتي وجوزها، وقالوا لي هم فين والمفروض هنتقابل اليومين دول. مش معقول. مبروك، ألف مبروك. ما تتصورش أنا فرحانة لك قد إيه بجد. بس خلي بالك اوعى المرة دي تطلع مقلب تاني ليك. ربنا يستر. لا بس أنا عندي إحساس إن المرة دي مش مقلب، غير إنهم قالوا لي على حاجات محدش كان عارفها. طب هايل هايل، الحمد لله، ربنا معاك إن شاء الله. طب وهم عايشين فين؟ عايشين في حتة قالوا لي عليها ثواني، بيقولوا لي إنها قرية صغيرة وعزبة في الزقازيق. الزقازيق؟ هي بعيدة الزقازيق دي؟ لا لا مش بعيدة، دي ساعة ونص ساعتين بالكتير. بس يعني في أي حتة في الزقازيق؟ في الزقازيق نفسها ولا في قرية جنبها ولا فين؟ لا ما قاليش، هو قال لي إني أصل على الطريق هناك وأكلمه، هو هيوصف لي بعد كده أخش إزاي. ربنا معاك إن شاء الله، كل حاجة هتبقى كويسة. أنا مبسوطة قوي بجد. طب بقولك أنا ممكن الصبح قبل ما أروح الشغل أوصلك الاسم تستلم حاجتك، وبعد كده أوصلك عشان تركب حاجة تروح الزقازيق. ماشي؟ تصبح على خير. عمك ايه بقى ان شاء الله؟ وكان فين ابن عمك ده من زمان؟ انت بتزعلي دلوقتي يا ميدي؟ عادي، ما انا متقدمني ناس ورفضتهم. ايوه انت ياما رفضتي ناس، بس ده ابن عمك، ابوك اكيد اكيد هيوافق. ما هو كان بيوافق على اللي قبل كده وانا كنت برفضهم. انا بس دلوقتي بقول لك عشان ما تقولش بتخبي عليا ليه. هتعملي ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ طبعا هرفض، بس لازم نعرف مع بعض هفضل ارفض كده لحد امتى.
لحد امتى يعني يا سما؟ يعني لازم انا وانت نعرف يكون في ميعاد بيننا يكون عارفينه، عشان ما ينفعش افضل مخبيه عليهم كده. والمفروض بقى ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح لابوك واقول له ايه؟ على الاقل انا لازم اخلص دراسه عشان اعرف اروح لابوكي واتقدم لي. عمره ما هيوافق وانا كده. ماشي حبيبي انا عارفه، بس الموضوع دلوقتي مش زي زمان. بص اقول لك حاجه، انت قابل بابا واتكلم معاه، على الاقل يعرف انك عايزني بعد لما اتخرج يبقى قابله رسمي. قابل باباكي دلوقتي واقول له ايه بقى؟ ان شاء الله اقول له لسه بدرس، وان شاء الله لما ربنا يرزقني بشغل هبقى ارتبط ببنتك وافتح لها بيت. انت عايز ايه دلوقتي يا ماجد؟ يعني المفروض اعمل ايه؟ طيب بقى انت قلت ان اهلك هيساعدوك. اهلي هيساعدوني؟ ما قلتش حاجه، بس هيساعدوني بكام؟ اخرهم خالص 4-5 آلاف جنيه، حق الشبكه وبقيه الحاجات. يعني اعمل فيها ايه؟ ده لسه هم ما يتلم. وبعدين يعني يا سما انت عايزانا خلاص يعني نتجوز كده على طول؟ امال هنتجوز ازاي يعني يا ماجد؟ مش فاهمه. على فكره لسه قدامي احلام كتير لسه ما حققتهاش، لسه قدام البند، ولسه قدام المشروع اللي كمان لسه ما خلصتوش. ماشي يا ماجد براحتك، استحملنا شويه يعني. ماشي خلص كل اللي وراك وانا مستنيه. ثواني، انت رايحه فين؟ مروحه عشان بابا مأكد عليها ما تاخرش، انه اكيد مش مبسوط من اللي انا بعمله ده. طب استني بس العيال هيجوا بعد كده هروح اوصلك. لا معلش انا عايز امشي لوحدي. سما لو سمحت. معلش. سلام يا سما. في ايه مالها؟ زعلتها ولا ايه؟ يا عم ما زعلتش حد ولا حاجه، ان عمها متقدم لها وان شاء الله ابوها هيوافق. صح يعني هي ماشيه زعلانه وقمتش وراها؟ قوم امشي وراها ولا اجري وراها عشان خاطر تقول لها اي حاجه؟ هي مش عايزه حد يمشي معاها. بعد اذنكم بس يا جماعه انا همشي، وبعد كده انا وعندي مشروع بس لازم اخلصه. طب بس اقعد بس. ما انا مش عايز اتكلم مع حد بعد اذنكم، معلش ابقى حاسب لي. يلا سلام. طب كلمها بالليل صالحها. محدش مرتاح، حتى الكويسين مع بعض عندهم مشاكل. كل الناس بقت عندها مشاكل، بقى عندها مشاكل لدرجه ان كل الناس بتموت بعض دلوقتي في الشارع عادي قدام كل الناس. الهدير اللي بيحب حد اليومين دول بيمسك فيه بايده واسنانه، زي ماجد وسما بيحبوا بعض قوي، وبكره هتلاقيهم واقفين جنب بعض متصالحين ولا كان في اي حاجه حصلت. احكي لي على سيك. تعرف من هعرف؟ هعرف يعني هعرف يعني ايش يعني؟ هو مش وقته. هعرف هبقول لك. يوم خير علينا كلنا يا رب. صباح الخير. البيت وحش قوي يا بابا، وحش عشان انت زعلان يا ابو علي، وانا مش كويسه، ومي كمان مش كويسه، تعبانه قوي ومحتاجه لدم انت. ربيتنا وعودتنا ان احنا واحد في الفرح وفي الزعل، عمرنا ما هنبعد عن بعض. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. طيب انا نازله كذا معرض جرافيتي عشان الرساله بتاعتي، وغالبا هتاخر. بعد اذنك يا بابا. ربنا معاكي حبيبتي، وهطمن عليكي بالتليفون. خلي بالك من نفسك. حاضر. باي باي. ربنا يخليك لينا يا ابو علي.
اللي بتشاور دي؟ لا 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 انا مش واخده على كده. ممكن يا بابا احلق لك؟ فاكر زمان لما كنت تقيس ماما وما تحلقش؟ احلق لك يا ابو علي. انا هجيب العده. تمشي تروحي فين؟ مش قاعدين مع بعض شويه ولا ايه؟ لا معلش لازم اروح. سمسم عشان خاطرك. صالحي بقى. ماشي ماشي هاخد ادير معايا. ها يلا يا اخري صبري. يلا يا روحي هات لي حاجه اشربها وانت جاي. ماشي هو في يا سمسم؟ مالك يا حبيبتي؟ زعلانه مني؟ لا زعلانه ولا حاجه يا ماجد. انت لسه زعلانه انا عارف. لا بس كل حكايه انا عايزه هدنه شويه. هدنه؟ هدنه من ايه يا سما؟ من انا؟ ايوه يا ماجد. فتره بقى نركز فيها على مشاريعنا ونخلص عشان نتخرج. وكفايه وقتنا اللي ضاع في البروفات والحفلات. يا حبيبتي انا من ساعه ما زعلتك ومش عارف احط سكتش، يعني مش عارف احط قلم في سكتش. حقك عليا انا اسف. طيب اعمل ايه؟ سامحيني بقى. فكيها عليا شويه. حياتي النبي اللي تفكيها. ده انا ماجد. طب اغنيها لك؟ ماجد يا ماجد يا ماجد. يلا بقى انجزي. طب يلا يا اخويا عشان اهلي مرخمين لازم اروح. يا دي اهلي اللي مرخمين. طيب بس هنقعد مع بعض شويه بعد كده اروح. فكيها بقى. يلا بينا نلحق العيال نشرب معاهم حاجه. فله فله كده. يا حلاوه الدنيا يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. وريني بقى كده جمالك يا خراشي. وشك نور يا بيضة. الله وحشتني البوسه الحلوه الطريه الناعمه دي. يا حبيبي يا بابا نورت. يا ابو علي جميل انت. ورحمه ماما يا بابا تسامح منها. هي غلطت واعترفت ووعدت انها مش ممكن تعمل اي حاجه غلط تاني ابدا. وهي هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ ما احنا كلنا بنغلط. وانت بتقول ان البني ادم لازم يتعلم من الغلط. وهي اتعلمت وخلاص مركزه في الرساله بتاعتها وهتبقى زي ما نفسك تشوفها بالظبط. اه والله يا بابا. خلاص يا ليلى خلاص. اذا كنت وانا وسطيكم حصل كل ده امال لما اموت هيحصل ايه؟ يا بابا بعد الشر عليك ربنا يخليك لينا. ما تقولش كده وحياتك. يا بابا احنا كلنا لبعض واحنا لينا غير بعض يا بابا. غمه وراحت بقى. فضها سيره وخلينا نشوف حياتنا وان شاء الله ان شاء الله بكره احلى. حبيبي انت عارف انا بفكر في ايه؟ ايه رايك لو تنزل القهوه بس من غير ما تشرب شيشه؟ تشوف اصحابك كلهم بيسالوا عليك. ماليش نفس يا ليلى اشوف حد ولا اقعد مع حد. طب تصدق بقى وتامن بالله انا خايفه قوي على عم محمود ده كل ساعه والتانيه بيسال عليك. نفسي يشوفك ويتكلم معاك.
تعالى ننزل له. يلا يا بابا قوم قوم، تعالى ننزل نشوفه يا اخي. قوم يلا، ماليش مزاج يا ليلى. ابوك ماليش مزاج، ما تغصبيش عليا عشان خاطري يا بابا. يلا يا حبيبي عشان لازم انزل مع ادهم اوصله. يلا يا حبيبي. واحد اتنين واحد اتنين، انت يا بابا نور العين. واحد اتنين واحد اتنين. آسف جداً، أنا آسف، راحت عليا نومة والنبه فصل. معلش مفيش مشكلة، أنا أصلاً أنا جاي بدري. طيب بس لو عايز ممكن نخليها يوم تاني لو. لا 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 ليه، ما أنا اتصلت بيهم قالوا لي إن هما نفسهم هيتأخروا، فإحنا يعني لسه عندنا وقت. طب تمام. ممكن مثلاً نطلع نتفرج على المعرض اللي في القاعة اللي فوق، إيه رأيك؟ ممكن، أنا أصلاً مش فتوش. أنت فطرتي؟ فطرت أنا، ما ينفعش أنزل من غير ما أفطر. ما ينفعش أنزل من غير ما أفطر. معلش انا بنفس نصلي على الناس اللي عندها اهل بقى وعندها فطار وغدا وعشاء والحاجات دي. طب يا ساتر، ليه بتنفسن؟ ليه انت مش قايل انك عايش مع باباك؟ ما انا مع بابا يعني، ببقى انا واخد بالي من بابا وهو بياخد باله مني. احيانا بروح اقعد بقى مع ناس صحابي في شقه في وسط البلد او في عوامه في الكتكات، يعني شويه وشويه. اوكي. بس هو الواحد صعب يبقى يعني يعيش مع اهله بعد ال 30 سنه، بتبقى رخمه شويه. هو انت معدي ال 30 اصلا؟ يوه يا جدو. لا يعني اكتر شويه. بس انت يعني شكلك اخرك 27 مثلا. لا يعني زوديهم 5-6 سنين كده كمان. 32؟ بالظبط 32. مش باين خالص. معلش كل الناس بتقول لي ان شكلي صغير، هعمل ايه طيب؟ معلش. انت عندك كام سنه؟ انا 27. 27؟ لا طبعا شكلك اصغر عليك، شكلك 20 مثلا 21. جدا. هاي مي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ هاي، اهلا وسهلا. تعرفينا؟ ازيك؟ تمام. باسم نادر هاجر. اهلا وسهلا. اهلا، فرصة سعيدة يا باسم. انا اسعد بجد. المعرض بتاع نادر بكرة ولازم تيجوا. طبعا الساعة 7. تمام جدا. ماي لازم تيجي. نادر العدوي؟ طيب ده انا معرضي في القاعة اللي جنب معرضك على طول، القاعة الصغيرة. خدش بالي. طب مش مشكلة، احنا ممكن برضه نبقى نعدي نشوف شغل بعض وكده. ان شاء الله هنستناكوا اكيد. طبعا. اوكي. طب احنا يلا؟ يلا. اتفضلي. هنستناكوا بكرة. اكيد. نادر. لازم تبقى تيجي تشوف شغل، وانا كمان عايز اشوف شغل. نادر. نادر. في ايه؟ مفيش. طب يلا يعني، ما زمان العربية جت، عايزين نلحق نفرش المعرض. يلا. عايزين نوزع دول. بكرة المعرض بتاع مستر نادر لازم تكونوا موجودين. اوكي؟ لازم بكرة تيجوا تحضروا المعرض. بكرة المعرض بتاع مستر نادر لازم تيجوا بكرة. اوكي؟ يلا باي. يلا. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا أبو علي. الله يسلمك يا ابني. عامل ايه؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. أنا جاهزة. يلا بينا. أنتوا رايحين فين؟ اسكت، أنا ما حكيتلكش. امبارح جالي تليفون من ناس قالوا إنهم قرايبي. إيه؟ وساكنين في الزقازيق. والمفروض هروح أعدي دلوقتي بس على البوليس، اسم البوليس، أجيب بس الحاجة بتاعتي اللي اتسرقت دي. أيوه. وليلى مشكورة طبعًا تطوعت وقالت لي إنها هتوصلني على محطة الأتوبيس. قولي يا بابا، هو أنت ما تعرفش إيه الكرة اللي جنب الزقازيق؟ والله يا بنتي في كذا قرية جنب الزقازيق، ما قالكش فين؟ لا هو بصراحة ما فيش عنوان، هو قال لي بس أصل لهناك وأسأل على عزبة الحاج عبد المقصود. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا فتحي؟ صباح.
بتقول لك ازيك يا فتحي؟ ان شاء الله بس المره دي بقى ما تطلعش نصبايه زي المره اللي فاتت. ان شاء الله. لا ان شاء الله خير ان شاء الله. تحب اجي معاك؟ لا لا ازاي؟ الطريق متعب جدا وبعدين انا كلها كام ساعه كده وهرجع على اخر اليوم. خلاص طب اتفضلوا انتوا انا هقفل. يلا يلا عشان انا تاخرت قوي على الشغل. اتفضل. سلام يا بابا. عايزك يا ابو علي. حبيبتي. انا والعذاب هو هواك عايشين لبعضينا.